اهلا بيكم من جديد. النهارده هنكمل لكم بقيه احداث مسلسلنا الكوري المشهور وايرد لوير ويونج وو. قضيه مسلسل الافتكاسه النهارده بتبدا بدخول زوج وزوجه بيتهم وهما بينادوا على ابنهم الاصغر اللي بيكون اسمه جيونغ هون، وفي الوقت ده بيسمعوا صوت ضربه جامده وصوت عالي من اوضه ابنهم الكبير، فبيطلعوا الاثنين يجروا وبيبقى ده صوت جيونغ هون. ووقت ما بيوصلوا للاوضه بيشوفوا الموقف اللي صدم الاثنين وسبب لهم ذهول، وهو ان ابنهم الكبير سانغ هون مرمي على الارض وابنهم الصغير بيضرب في صدره وبيعيط وبيصوت. فبيجري الاب على جيونغ هون وبيحاول يوقفه لكنه مش بيقدر لان جيونغ هون بيبقى في حاله صدمه عصبيه، فبيضربه بالقلم وبيبعده عن سانغ هون. وبتحاول الام تفوق سانغ اللي بيكون فيه دم خارج من انفه وبقه كمان، وبيشوف الاب النبض وبيحاول يفوقوه لكن بيبقى سانغ مات. وبيقف جيونغ يضرب نفسه ويصوت ويكرر كلمتين بس، وهو مت توقف مت توقف. وبنروح تاني يوم ليونغ هو اللي بيكون اتحط على المكتب بتاعها لوحة باسمها وبتكون فرحانة بيها جدا، وبتشوفها تشو هيو وبتعرض عليها انها تصورها، فبتقبل يونغ هو. لكن تشو هيو بتلاقي معالم وش يونغ هو متعصبة، فبتقول لها ليه الغضب ده اتحكي، فبتبان ضحكتها شريرة وغريبة، وده لانها بتاخد التعبير والمعالم من تعليمها بصور ابوها زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. بتقول لها تشو انها ترجع لتعبير الغضب تاني احسن، لكن بيرن على يونغ هو المدير سيوك جونغ وبترد عليه يونغ وو، فبيطلب منها تجيله المكتب بتاعه، وده اللي خلى تشو تتفق مع يونغ وو انها تصورها بعدين. وبتروح يونغ وو للمدير وبتستأذن وبتدخل، وبيقول لها ان ملف القضية الجديدة على الترابيزة، فبتلاقيه وبحركة منها كده بترتب الاوراق وبتبدأ تفتح ورق القضية. وبيبدأ المدير يشرح ليونغ وو القضية بان العميل بيكون مدير مجلس الادارة لشركة ادوية معروفة في كوريا، وانه عميل في المكتب من زمان، وانه رجع امبارح هو وزوجته لقى ابنه الصغير المصاب بالتوحد ضرب اخوه الكبير، ومكتوب في تقرير الطب الشرعي انه تعرض لكسر 22 ضلع من ضلوعه، وده اللي سبب انه يحصل له نزيف في صدره وادى لوفاته على الفور، وكان في علامة باهتة في رقبته وده اللي بيعرفنا انها مش سبب في وفاته. فبتسأله يونغ وو لو ان ده هو كله بسبب ضرب الابن الاصغر، فبيقول لها المدير ان ده رأي المدعي العام على الاقل والظاهر من القضية، وبيقول لها ان الكسور اللي موجودة في ضلوع صدره دي ممكن تكون ناتجة من الانعاش الرئوي، لكن الكسور ال11 اللي في ظهره دي استحالة يكون ليها تفسير تاني غير الاعتداء، وان نسبة الكحول في جسم الابن الكبير كانت عالية. فبيقول لها المدير ان هو اللي هيمسك القضيه دي بنفسه ومحتاجها تساعده لان المتهم عنده توحد وهي اكيد هتفهمه. لكن يونغ وو بيبان عليها الزعل وبتساله هل هو اختارها تبقى معاه في القضيه علشان هي مريضه توحد بس. فبيقول لها المدير انها هتفهم المتهم اكتر منه، لكن يونغ وو بتقول له ان التوحد درجات زي الحيتان، في منها الحيتان الاجتماعيه والمفترسه وانواع مختلفه. فبيوقفها المدير عن الكلام على الحيتان وبيقول لها انها تقدر تتواصل مع المتهم وتتكلم معاه، فبتوافق يونغ وو. وبيروح يقابل الاب والام وبتعرفه من يونغ وو بنفسها، لكن بتبقى مرتبكة وبتقول التعريف الطويل للاسم وكلمات ملهاش علاقة بالاسم أصلا، وده اللي بيخلي الأب والأم مستغربين منها. وبيسألهم المدير على أي أسباب تخلي جيونغ هو يقتل سانغ هيو، لكن بتقول الأم إن جيونغ هادي وطيب جدا وإن سانغ كان بيهتم بيه قبل ما بيروح كلية الطب وكانوا مقربين جدا من بعض، وإن حجم جيونغ هيو هو اللي بيخلي الناس تخاف منه أو تبعد عنه، لكن هو كويس. وبيقول الأب إن سانغ هيو كان متفوق جدا في دراسته ودايما بيطلع الأول في مدرسته وكلية الطب كمان، لكنه كان متواضع وبيهتم بأخوه. فبتسأل يونغ هو الأم على كلمة موت اللي بيقولها جيونغ هل هو بيقولها على طول، فبتقولها الأم لا هو كويس ولطيف جدا، احيانا بيكون عنيد معاه لكنه بيبقى كويس مع الناس وعمره ما هجم او ضرب حد. فبيطلب المدير انهم يتكلموا معاه، فبتقول الام انها خايفه ما يقدرش يتواصلوا معاه او يتكلم معاهم، فبيقول لها المدير ان ممكن المحاميه يونغ وو تقدر تكلمه. بعدها بيروح جون هو عشان يتغدى، فبيلاقي يونغ وو خارجه من غرفه الاجتماعات، فبيوقف الاسانسير عشان تنزل معاه، لكن يونغ وو بتروح تجيب الاكل بتاعها من المكتب بتاعها وبتخرج بعدها بتركب معاهم، وبيقعدوا سوا وبتفضل تحكي له يونغ وو على الحيتان وانها شبههم بان مكتبهم في دور وبينزلوا ياكلوا في اول دور والحيتان بياكلوا في مكان وبيناموا في مكان تاني خالص. وبتشوفهم تشوي اللي بتبقى مع كون وبتقول له ان يونغ وو كالعاده بتتكلم كتير مع جون هو، لكن كون بيقول لها انه واضح على وش جون هو انه مستمتع بالكلام، فالافضل انها تسيبهم في حالهم يعني وبلاش رخامه. وبنروح بعدها للمدير ويونغ وو وهما في غرفة الاجتماعات، واللي بتتفاجئ بجيونغ هون بانه طويل قوي وبيبقى باين عليه انه بيحب فرقة في كوريا اسمها بنغيسو، وبتقعده امه وبتقعد جنبه وبيحاول يتكلم مع المدير لكنه بيعمل اصوات زي البطريق كده وبتهديه امه،
وبتسأله يون غو على اللي حصل يوم الحادثة وعن سبب ضربه لأخوه، فبينفعل جينغ هيو وبيصوت بكلمة لماذا لماذا، وبيبدأ يضرب على الترابيزة وعلى راسه كمان، وبتحاول أمه تهديه لكن مش بتعرف، وبتاخده وبتمشي. وبتروح يون غو لأبوها وبتسأله عن ازاي تتعامل مع شخص عنده توحد، لأن عندها قضية فيها شخص كده، فبيسألها أبوها عن ايه الموضوع كله. لكن يون غو بتقوله ان دي أسرار بين المحامي وموكله، وان حق الموكل ان المحامي يحفظ سره وما يطلعش القضية لحد. فبيقول لها أبوها إن التعامل مع الشخص اللي عنده توحد مختلف نهائي، وبيفتكر الأب وقت ما كان بيربي ينغو لوحده، وكانت أمه مصرة على إنها تجوزه وتعيش ينغو معاها هي، لكن أبوها اعترض لأن أمه كانت بتتعب كتير وينغو محتاجة معاملة خاصة، ولأنها ما كانتش بتحس بحاجة، وده كان بيزود هموم أبوها لدرجة إنه من كتر الهموم كان بيعيط قدامها، وهي فضلت تلعب وما التفتتش ليه أصلا. وبيفتكر أبوها في يوم طلعت من البيت وهو اتخض عليها، ووقت ما كان بينادي وبيدور عليها سمع صوتها وهي بتعيط جامد عند واحد فاتح محل وبيحاول يسكتها، وهي مش راضية تسكت واشتكى لأبوها منها. فبيروح أبوها وكمان بيحاول معاها لكن مش بتسكت، وفجأة بيقول لها أبوها إن ده يعتبر قضية لأنها بتزعج الكل، وإنه هيجيب لها الشرطة وأفعالها دي عليها عقوبة. وفعلا بتسكت ينغو، وبياخدها أبوها وبيمشي. فبيرجع بأفكاره للحاضر، فبتسأله ينغو عن إن دلوقتي التعامل معاه صعب جدا، فبيقولها إن دلوقتي بيقدر يتواصل معاها وبيكلمها وبيفتحوا مواضيع سوا. لكن ينغو مش بتسمع باقي كلام أبوها وبتسيبه وبتمشي، وده اللي بيثبت إن الكلام اللي بيتكلموا فيه مش كامل ووعي ينغو مش العادي. وتاني يوم المدير ويونغ هو وتشو هيو بيستقبلوا جينغ هون وامه كمان علشان يعرفوا منه اللي حصل، وبتبدا يونغ هو تحييه وبيغنوا كلهم سوا على امل انه هيسمع لهم. ووقت ما بيغنوا الاغنيه بتاعه الفريق المفضل ليه بيغني معاهم بالميكروفون اللي اديته له يونغ هو، لكنه مش بيتحرك خالص وبيفقد المدير الامل وبيوقف يونغ هو عن الغنى. لكن فجاه بيبدا جينغ هيو بالغنى معاهم وبيوقفوا الغنى، فبيطلب جينغ منهم يغنوا تاني، فبتقول له ينغو انهم مش هيغنوا الا وقت ما يجاوب على الاسئله. ووقتها بتساله ينغو عن اخوه ولو فاكر حاجه عن يوم الحادثه، وبترجع له نوبه الغضب تاني والصريخ، لكن ينغو بترجع تساله تاني وبيقول متوقف زي لما قالها وقت ما دخلت عليه امه وابوه. فبيجي في بال ينغو فكرة، وهي ان ده كان فعل سانغ مش كول جيونغ، بمعنى ان سانغ كان هينتحر وجينغ هو اللي كان هينقذه، لكن امه بتعترض وبتقول استحالة سانغ ينتحر ومفيش سبب لكده. لكن بتسأل ينغو جيونغ لو كان اخوه حاول الانتحار، فبيقول لها الاول مرة نعم، وبتسأله هو حاول يساعده قال لها نعم، فبتسأل امه عكس كلام ينغو وبيكون ردة فعله نعم، وده اثبت لينغو وكل الموجودين ان اجابته مش دقيقه ومش واضحه وانه مش عنده ادراك. وبتقول انها دي اخر مره هيشوفها فيها جيونغ او يتكلموا معاه حتى. وتاني يوم بيروح يونغو وجون هو علشان يدوروا على ادله في اوضه سانغ، فبيقابل جون هو صديقه ليه من ايام الثانوي وبيشتغل صوت عالي في الشارع، فبتخاف يونغو وبتتوتر وبيبان على تحركاتها، فبتستغربه صديقه جون هو وبتقوله انه رجع يشتغل في العمل التطوعي تاني. وبتشجع يونغو على اعتقاد منها انها من ذوي الاحتياجات الخاصه وانها ضعيفه وزعلانه، فبيعتذر جون هو من يونغو وبيقولها انها ما تعرفش انه بيشتغل محامي. لكن يونغو بتقوله انها ما غلطتش وان مرض التوحد يصنف من امراض ذوي الاحتياجات الخاصه، وبتمشي. لكن بيزعل جون هو وبيقابله ام جونغ هون وبيدخلوا الاوضه بتاعته وبيحاولوا يلاقوا اي دليل ليهم، وبيقول جون هو ان جونغ هون طوله حوالي 2 متر وبيطلع الكاميرا بتاعته وبيحاولوا ياخدوا قياسات الاوضه والمكان اللي وقع فيه سانغ هون. وبيلاحظ جون حبل فوق المكتبه بتاعت سانغ، فبيلبسوا قفازات وبيحاول يجيبها جون لكن بتقع ورا المكتبه، فبيزقها لقدام، فبتروح يونغ هو تجيبه فبتلاقي كتب وقع هناك فبتطلعها، وبتلاقي بينها المذكرات بتاعته اللي من السنه اللي فاتت، وبيبعت الحبل على الطبيب الشرعي علشان يشوف البصمات ويطبقوا الجرح اللي في رقبته بالحبل، وبياخدوا نسخه من المذكرات وبيعرضها المدير على ابوه وامه. لكن ابوه بيكدبهم وبيقول لهم انه كان كويس ومتفوق ومتعلم ازاي ينتحر، لكن المدير بيقول له ان مكتوب في المذكرات بتاعت سانغ انه ما كانش سعيد في حياته وانه كان بيذاكر ويطلع الاول في الدراسه لكنه ما كانش بيفرق بين الموت والحياه، والاهم انه كتب انه حاول الانتحار كذا مره وكانه خلاص اتعود عليه، لكن كل مره بيلحقوا اخوه وبيشوفه وبيحس بالذنب لانه بيبقى حاسس ان اخوه بيشوف كوابيس سببه. لكن بيقول له ابو سانغ انه ما ينفعش يروحوا ويقولوا كده قدام المحكمه او الناس تعرف بان سانغ انتحر، لان ده بيقلل من مكانته قدام الناس. فبتتكلم ينغو وبتساله ايه الاهم، سمعه ابنك اللي مات وخلاص ولا حياه ابنك اللي لسه عايش ونجاته بالموضوع ده؟ فبيتعصب عليها وبيقول لها ايه اللي بيخليكي مميزه وانت مريض التوحد، فبيقول انه هيسحب القضيه من المكتب ويبعتها المكتب تاني ما يسوقش سمعه ابنه، وبيمشي وبيبان ان ينغو زعلانه ومتوتره قوي. وبالليل بيرجع جون هو السكن بتاعه واللي بيبقى زعلان جدا على اللي حصل مع يونغ هو الصبح بسبب صديقته،
فبيجرب يبعت لها رسالة ويعتذر لها فيها على اللي حصل، لكن بيقفل تليفونه وبينام. وبتكون ينغو بتسمع اخبار عن القضية وبتشوف تعليقات الناس عليها، واللي منها انه هيدعي الجنون وهيخرج منها، واللي بيقول ان مرضى التوحد دول لازم يتعزلوا عنهم، وواحد تاني بيقول انا عندي جار متوحد وده شيء مخيف جدا. فبتزعل يونغ وو من اراء الناس عن التوحد، وبيبقى فيه اجماع كمان على الاراء دي. وبعدها بتنزل يونغ وو وتشوي وكون في المصعد، وبيبدا كون يهزر ويتريق عليهم وقت ما كانوا بيغنوا لجيونغ، وبينزلوا تحت وبيروح كون يكلم المدير، وبتقف مع يونغ وو وتشوي، لكن يونغ وو بتلمح جيونغ بره، فبتتجاهل كون وبتروح له، وبتفضل تسال سواق التاكسي عن المشكله بسبب صوته العالي، لكن السواق بيبص لها باستغراب من تصرفاتها مع جيونغ ومش بيقبل يتكلم معاها. وبيجي المدير وبيسأله فيه ايه، فبيقول له السواق انه الولد ده ركب معاه، وفجأة قال له اسم الشركة بتاعتهم فجابه لهنا وما دفعش الفلوس، فبيدفع له المدير وبيمشي. وبتقعد ينغو مع جيونغ لحد ما بتيجي امه وبتاخده منها، وبتشكرها وبتتأسف منها ان جوزها كان عصبي معايا، وان هي شكت فيها من الاول بسبب معاناتها مع ابنها علشان التوحد، وبتقولها ان هي تتكلم مع جوزها عشان يرجع القضية تاني للمكتب، ولكن وقتها ما يتكلموش على سنغ بانه انتحر. وبتنزل معهم ينغو وبتفكر في اول شخص كتب عن التوحد وهو هانز سبرغر، وبيقول ان الانسان اللي عنده توحد ده بيكون ماهر وعبقري جدا وقت ما بيتهيأ له مناخ كويس وتنمية لمهاراته وافكاره، وبيكون هانز بيشتغل مع النازيين وشغله كان انه يفرز الاشخاص اللي يستحقوا يعيشوا واللي ما يستحقوش الحياة، واللي ما يستحقوش دول كانوا الفئة المريضة بامراض كتير منها التوحد. وفعلا بيروح المحكمة وبتترفع ينغو، وبتسأل الطبيب عن ان الانسان المصاب بالتوحد ممكن تكون افعاله مش محسوبة وغير متوقعة ولو كان تحت تأثير عصبي، وده كله علشان يثبتوا ان افعال جيونغ ما كانتش بارادته. وبيقول لها الدكتور ان كلامها صح، لكن المدعي العام بيجرح يونغ وو بالكلام، وبيقول للطبيب انه ازاي ما اكتشفش ان المحامية عندها توحد. فبيعترض المدير، لكن القضية بترفض الاعتراض. وبيكمل المدعي العام وبيقول ان لو اي حد كان عنده توحد يبقى غير سوي عقليا، يبقى المحامية كمان غير سوية. وبتتوتر يونغ وو وبيلاحظ ده المدعي العام، وبيسأل الدكتور ازاي ما لاحظش عليها، وبيقول للدكتور ان مش لازم التوحد يظهر على اي حد. وبيتعصب المدير وبتتأجل الجلسة. وبنروح بجون هو اللي كان زعلان على اللي بيحصل مع يونغ وو، وراح علشان يشوفها في مكتبها لكنها مردتش، ووقت ما فتح المكتب اتصدم بيونغ وو بتحاول تنتحر، فبيمسكها من اخر ظهرها ومن كتفها وبيقعوا سوا وبيقوموا. وبتيجي فكرة لينغ وو فبتسيب المكتب بتاعها وبتجري وبتروح مكتب المدير هي وجون هو، وبتقول للمدير اللي بيبقى قاعد معاه ابو سانغ هون ان الكسر اللي في الصدر سببه الاسعاف الرئوي اللي اتعمل او ضرب جيونغ فيه، اما ال11 كسر اللي بيبقى ورا بتشرح على جون هو وبتقول ان دول سببهم ان جيونغ شده ووقعه على ظهره علشان يلحقه قبل ما ينتحي، وممكن يكون ده اللي سبب موته. فبيقول المدير لابو سانغ انه ممكن يثبت ده كله في المحكمه لكن لازم يقول على الانتحار، فبيقول ابوه لانه كان اب فكان بيفكر في سمعه ابنه لكن حياه ابنه التاني مهمه كمان، ونسيه للاسف، لكن بيطلب منهم ان ينغو هي اللي تترافع عنه وان اللي يهمهم اكيد مصلحه ابنه. وبتقول ينغو انها محاميه عندها توحد وده معناه انها محاميه عديمه الفايده، وحتى ان السواق ما قبلش يتكلم معاها على اعتقاد انها مش هتعرف تحل المشكله ومش بتعرف تترافع، وبتزعل جامد. وبعدها بيروح المدير للمديرة التنفيذية هان، وبيقول لها ان ابو سانغ رفض يخلي ينغو هي اللي تترافع، وده يعتبر تقليل منها ومن شأنها كمحامية وده ما ينفعش، وطلب منها تتكلم معاه. فبتهزر معاه هان وبتقلده وهو بيقول ان ينغو عندها توحد ومش هتقدر تتعامل مع الناس، فبيقول لها ان ده كله كان قبل ما تدخل فريقه لكن دلوقتي هم فريق واحد وبيعتمد عليها، وده اللي بيخلي هان تقوله بما انهم فريق واحد لازم يعترض هو، وبما ان ينغو مش هتروح يبقى من حقه انه يقول انا كمان مش هروح. وبيروح المدير لمحامي تاني في المكتب اسمه سيونغ جون، وبيبان انه شخص رخم جدا وبارد يعني، وان المدير مش بيحبه وبيسيب له الورق بتاع القضيه معاه وبيمشي بعد ما بيرد له الرخامه بتاعته. وتاني يوم بيترفع سيونغ جون وبيسأل دكتورة الطب الشرعي، وبتقول ان فعلا ان ده صعب يكون الكسور اللي ورا بسبب الضرب على الصدر وان دي سببها خبطة واحدة مش على مرات متتالية، وبتقع من على جيونغ تهمة القتل، لكن بيقول المدعي العام انه بيطالب بسبع سنين عقوبة على الحاق الاذى، وده طبعا ممكن يخرج منها بسبب العفو المشروط او الاستئناف لو العفو ما تقبلش. وبنروح لجون اللي بيبقى في محل اكسسوارات والعاب وبيلاقي تحفه شكلها جميل جدا وبيشتريها وبيروح عشان يديها ليونغ وو، لكنه مش بيلاقيها في مكتبها، وبنعرف ان يونغ وو بتكون في غرفه التصوير وبتطبع ورقه استقاله ليها والسبب ظروف شخصيه، وبتاخد حاجتها وبتقرر تستقيل من المكتب. وبتخلص قضيه النهارده على كده، يا ترى استقاله يونغ وو هتتقبل وهل هتضعف قدام المجتمع اللي بيحاربها ولا لا؟
والعبرة من حلقة النهاردة هو اننا نكون لطفاء مع الناس عامة، والناس اللي زي نغو خاصة سواء مريض مبتلي او حزين او اي حد مننا محتاج كلمة لطيفة لازم نقولها له، لان فعلا الناس دي بتكون لطيفة جدا وما تستاهلش مننا غير اللطف. وكالعادة بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واحب افكركم تشتركوا في قناة فيلم الا ربع عشان توصل لكم اخر الملخصات بصوتي. الفيلم ده كان بصوت احمد فاروق. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.